أعطيت الإعلام أكثر من 12 سنة، ماذا أعطتك الشهرة؟ فتحت لي أبواب مرة كثيرة. لولا الإعلام ما كنت هشتغل مع الأمير الوليد بن طلال في المؤسسة الخيرية اللي هي ربما غيرت مسار حياتي. تعلمت أشياء مرة كثيرة عن إيش هو حقيقي شغفي في الدنيا، اللي هو إدارة المشاريع الإنسانية الخيرية التطويرية، يعني اللي فيها مهارات أو تغيير لمسار حياة الناس. ناس يعني مثلا انت قلتي اعلاميه، انا ماني اعلاميه، انا احب التنفيذ، احب اللي تعرف لما انام اقعد افكر في ايش مشروع بيكون بشتغل عليه، كيف استطيع اقلل الكوست، كيف استطيع اعلي الافشنسي، مين الاشخاص المناسبين اللي يقدروا يسووا الشيء هذا. الشيء اللي انا لما ابدا افكر فيه اكون في قمه السعاده.